بوكس. ها والله الخير هو براسه ثاني. منحوش اسمع منحوش منحوش لو علقوا براسه منحوش. هذا سبحان الله اقسم بالله في ناس عنده عيال ياكل زين. زين؟ التاجر هذا مال ياكل زين. والله منعم مفضل. ومزارع حلال واموره طيبة. ولده الكبير معه رزق واموره طيبة والوضع تمام، لكن ولده الثاني يا اخي لا مصاري. ازهق والرجل ولا يسوي شيء بحياته. فيوم جوا خويا ابوه يسالون يعني ليه ولدك معطي واحد وواحد لا؟ مفضل واحد على واحد ليش؟ في عندك شيء؟ قال لي رجال والله ولدي انا اعرفه، ولدي منحوس، ولدي لو احط اللقبه باثمه النحس يبعده. قال طيب شلون بدك تثبت لنا الكلام هذا؟ والله احنا ما احنا مصدقينك. قال طيب انا باكر العشاء عندي وبس اعشيك مباكر راح اطلبه وانتم قاعدين، وهو قبل لا يجي ودي احط رزمه مصاري اللي تبين بالعين، بدي احطها قدامه. وشوف مصاري فلوس فلوس مصاري اللي فلوس لك مصاري بغض النظر مصاري والله مفهومه طال عمرك نحطه ايش نحطه بالطريق حلو. ونجيبه ندعيه واذا جاء هو جاي شوف ايش يصير وانت مقيمه انت ما انا والله ما اسولف انا تعبت مع ولدي ولو بيدي اعطي ولدي كل مالي لكن ما في مجال دعوا عادي يوم سوى العشاء وهم يعني تقول ان اي تقول ها لا يا ريت انه جاء قاعدين برا ويستنون يوم جاء على العشاء ودعوه هو جاي يقول للي قاعدين برا يا رجال شرطوني اجيكم وانا مغمض يقول انا ما يقول للناس اللي جاي عليه الولد اللي يقول الولد هي الولد المنحوس اي يجي علي يقول للرجال اللي مقبل عليهم يا رجال شرطوني اجيكم مغمض كيف يمشي مغمض ودي يمشي مغمض خلص انقرض همشي يقولوا له يقولوا له يا رجل لا تجينا مغمض ظلك مفتح شو ولدك يا بس ظلك مفتح بك تشوف المصاري يقول تحدوني ها مشت وحط دينه عيونه ويضم عشان وردي ما بيطلع ويتعدى رزمة المصاري يوم مصوين اي والله يوم مصوين عند القاعدين قالوا عمي خلاص انت والله معذور قالوا لا ابو فعلا لو علقوا براسه فانوس اسمع 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 هذا 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 من مره هذا اللي لهم يا والله من مره اقول قولوا يا يا بدر اللهم امين والله المقابل وجيهكم من يا ولد وقف ده مصيبه ما شاء الله اسمع ايش خلنا جاي صوت الحلوه زي كذا وناظر في هدوءك اقسم بالله العظيم في مشاعر حلوه قاعده تتحرك داخلك